اولادها عمرهم ما خذلوها ولن يخذلوها. تحيه منا جميعا لكل ام ولكل اب ولكل زوجه ولكل ابن ولكل بنت ولكل اسره شهيد. تحيه لجميع ابنائنا من مصاب العمليات سواء من القوات المسلحه او الشرطه. تحيه لكل من قدم تضحيه من اجل هذا الوطن. تحيه لكل من عمل بجد واخلاص في عمل من اجل رفعه هذا الوطن. لان كل ده في النهايه بيصب فين؟ بيصب في مصلحه هذا الوطن اللي احنا كلنا عايشين فيه. حفظ الله مصر وامنها وسلامتها تحت القياده الرشيده الحكيمه.